غنية بعدة اتفاقيات التي أدرجت على أنظار أعضاء مجلس جهة الشرق والتي صودقت كلها بالأغلبية، منها اتفاقيات اللي تخص الاستثمار ولا سيما الاتفاقيتين التي أحددت بموجبها وحدتين صناعيتين، وحدة بنصار اللي غتخدم 1150 وواحدة صناعية بجرادة اللي غتخدم 1500 منصب شغل. كذلك الدورة تناولت المصادقة بالإجماع على اتفاقية النقل الجوي ما بين جهة الشرق، يعني ثلاثة المطارات، مطار العلوي بن ناظور، مطار وجدة أنقاد، ومطار بوعرفة بإقليم فيجيك. وهذه تكون لأول مرة في تاريخ الجهة أن هذا المطار اللي غادي يكون عنده ربط مباشر من مدينة الدار البيضاء إلى بوعرفة للمساهمة في تنمية هذا الإقليم ثقافيا سياحيا واقتصاديا كذلك، وفك العزلة على الساكنة التي تعتبر هذه المنطقة من أبعد النقاط على في الخارطة الجغرافية من اللي كنشوفوا في جيج. خصك يومين باش توصل للدار البيضاء، اليوم غتكون في متناول ديال الساكنة ديال إقليم في جيج. هنيئا لهم بهذا الخط الجوي الجديد، وهنيئا لساكنة الجهة لربط هذا الإقليم بباقي المطارات المغربية. هناك اتفاقية كذلك التي هي غاية الأهمية واللي تخص تشجيع المقاولات الصغرى، يعني تشجيع الشغل. هذه الاتفاقيات اللي الجهة ارتأت أن توقع أو أن تصادق على واحد كناج تحمولات اللي غادي يهم الشباب لأقل من 45 سنة اللي باغي وعنده إرادة باش يخلق المشاريع ديالو، في دعم غادي يكون دعم ديال الجهة 50% من المشروع، ويجب البحث عن شركاء آخرين لتمويل المشروع ديال هاد الشباب هذا. من الجهة اليوم كتلتزم 50% لتمويل هذه المشاريع في عدة قطاعات. هناك عدة اتفاقيات إن شاء الله غادي تناولوها بعد الزوال، هذا اللي خص الصبيحة، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون خير.